بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. دايما هنظهر ودايما هنكون موجودين مع حضراتكم ايمانا مننا وبكل صدق. في دور مهم دلوقتي كل الاعلاميين بيقوموا بيه، سواء وباختلاف طبعا نوعيه ما يقدم. الاعلام اللي انت حضرتك عايز تتابع فيه الخبر والمعلومه هتلاقيه على مدار الساعه في كل القنوات المصريه الموثقه واللي انت عارف كويس انك هتاخد منها المعلومه. في دور تاني مهم، لانه طول الوقت الناس بتتابع الاخبار واحيانا شويه بتبقى عايزه تتبسط، هتلاقي افلام وهتلاقي مسلسلات وهتلاقي مسرحيات. القطاع الكبير اللي مهتم بكره القدم هي فرصه بالنسبه لنا احنا كمقدمين برامج، وبالنسبه لحضراتكم انه في فترات طويله جدا جدا في اسماء وفي لاعبين وفي نجوم احنا ما كناش بنعرف نتكلم معاهم بسبب ضغط المباريات، مدربين كتير ما كناش بنعرف نقابلهم بسبب ضغط المباريات. دلوقتي بقى في امكاننا الى حد ما ان هم يبقوا موجودين معانا علشان نتناقش وندردش ونعرف شويه كواليس، شويه اخبار من الحاجات اللي حصلت في فترات سابقه، رؤيتهم ايه للي جاي، بالاضافه كمان لشغلنا الشاغل دائما وابدا في تقديم كل المتابعات اليوميه اللي بتخص الموقف الحالي للفيروس، فيروس كورونا، وتداعيات ده طبعا على كره القدم، وتداعيات ده بشكل عام واشمل كمان على الرياضه العالميه. النهاردة أول يوم يمكن في تطبيق الحظر، حالة من حالات الالتزام واضحة بالنسبة للناس بهذه القرارات. وعلشان ده يحصل وعلشان حضرتك تبقى موجود في البيت، دورنا ان احنا نبقى موجودين معاك طول الوقت ده، علشان زي ما بنقول لكم جزء من دورنا هي التسلية والترفيه، جزء من دور زمايلنا الإعلاميين الآخرين نقل المعلومة فيما يتعلق بالمشهد كله على المستوى العام. مستوى الوعي شوية زاد الحقيقة في الفترة اللي فاتت، حملات التوعية بقت زايدة قوي. هكلمكم أنا مثلا، أنا بشكل شخصي مثلا برضو يعني في بداية الموضوع كنت مهتم بعمل اللي المفروض يتعمل، بس أقسم لكم بالله وصلنا لمرحلة أنه لا خلاص، يعني كلنا بل أغلبنا يعني أغلبنا بقى فاهم كويس قوي فكرة انه غسل الايدين ده اول حاجة مهمة، واعتقد ان دي هتتحول لعادة لدى الناس. يعني فكرة الاهتمام بغسل الايدين دي ما كانتش موجودة، يمكن كل فين وفين كنت اما تفتكر تعمل حاجة زي كده، دلوقتي بقت هتتحول لعادة من كتر ما انت ما بتقوم بيها. حاجات كتير جدا احنا كناش بناخد بالنا منها بقينا بناخد بالنا منها. في حاجات حقيقة برضو علشان يعني واحنا بنشوف القصة بتاعت التفشي الفيروس دي، لسه حتى كمان بتكلم مع زمايلنا انه في نعم كتير احنا مش حاسين بيها، لانه كنت عامل معانا ان هي ايه حاجه عاديه، يعني تتعامل انه تشوف اسرتك وتشوف والدك وتشوف والدتك على انه حاجه عاديه. ايه الجديد يعني؟ ما فيش جديد في الموضوع. انت دلوقتي مش قادر تشوفهم علشان انت خايف عليهم، علشان انت لو انت زي حالتنا بيبقى عندك شغل ضروري تبقى موجود ما تعرفش تشوفهم، علشان هتبقى أكيد مدرك أنه مستوى المناعة عندهم غير مستوى المناعة عندك، حتى لو أنت كنت حامل للفيروس وأنت مش واخد بالك. أنا بتكلم دايماً في السيناريو الأسوأ، بتكلم دايماً في السيناريو الصعب. حاجات كتير إحنا بنبقى خايفين على الناس، فبدأنا نعرف كويس قوي أنه نعمة أنك تنزل وتشوف الناس دي كانت نعمة أنت ما كنتش واخد بالك منها، نعمة أنك تخرج وبتتعامل مع الموضوع على أنه عادي نعمة، نعمة أنك تروح شغلك نعمة. نعم كتير جدا جدا الحقيقة كانت في ايدينا وما بنحسش بيها. برضو قدينا في اختبار صعب زي ده بدأنا نستوعب برضو حاجات كتيرة، مش احنا العالم كله، بتكلم دايما بصيغة الجمع العالم كله. انا مثلا اما حد بقى يجي يسلم عليا بقيت عامل معاه كده، امشي انا امشي غور امشي ازاي امشي انا امشي غور امشي ازاي خلاص احنا وصلنا لمرحلة انا عن نفسي بسلمش على حد نهائي، بقيت مدرك لخطورة الموضوع. سلام مفيش سلام، احضان ولغة القبلات دي خلاص ما بقتش موجودة. فترة صعبة بس هطلب منكم ان احنا نستغلها او نحولها ان هي تبقى فترة كويسة. كان نفسك اكيد تقرا في فترات كتير وما كنتش عارف تقرا، اقرا، هات كتب واقرا، ادخل على الانترنت واقرا، دور على كتب تمثل اهتماماتك واقرا كويس وتابع وشوف ايه اللي بيحصل وايه اللي فاتك.
كنت نفسك تقرا روايات وكنتش بتقراها، ارجع اقرا روايات. بتحب الكوره اقرا، هات كتب الكوره وهات كتب الرياضه العالميه، وهتلاقي كتب كتير مترجمه. وسع مداركك، استغلها في الثقافه اكتر. حاجات كتير جدا جدا ممكن تتعمل في المرحله دي وفي الوقت ده. طيب عندنا موضوع في منتهى الاهميه عشان تبقوا في الصوره. كل ما له علاقه بحقوق الناس وكل ما له علاقه باي فرد، باي فرد من افراد منظومه ومجتمع الرياضه وكره القدم، احنا هنبقى منبر اساسي ورئيسي فيه. كلام واضح اهو. اي حاجه ليها علاقه بحقوق اي فرد من افراد المنظومه الرياضيه ومنظومه كره القدم، احنا هنبقى المكان الحقيقي والرئيسي اللي هنتكلم فيه في كل مشاكل الناس. لانه باختصار شديد احنا بنعيش مشكله، المشكله دي هي اختبار لينا كلنا، اختبار لانسانيتنا واختبار لقدرتنا ازاي ان احنا نقف مع بعض. مباشره انا بتكلم على قصه الحكام. احنا شفنا، ومش عايز اكرر تاني الكلام كتير، احنا شفنا الادوار اللي بتقوم بيها منظمات المجتمع المدني في الامور الخيريه. طيب شفنا دور الدولة في التعامل مع القطاع العام، شفنا دور القطاع الخاص والتعامل مع الشرائح الأخرى، شفنا جزئية كبيرة هي دي اللي احنا دايما بنتكلم فيها وكل يوم حد اتكلم فيها، في شريحة يا جماعة، شريحة اللي هم من اخواتنا ومن اهالينا اللي احنا منتميين اليهم، دول بيبقوا شغالين باليومية. خلاص؟ طيب ده انت مطلوب منك ايه؟ ده انت مطلوب انك توجه اعمال الخير ليه مباشرة، وجه اعمال الخير ليه مباشرة. ما عندكش حالات قدام عينك بتشوفها بالشكل ده، روح للمؤسسات الخيرية اللي انت متأكد ان هي هتوجه التوجيه السليم والصحيح. خلاص؟ ده علشان نبقى احنا دايما بنتكلم في الجزئية دي ونشد على قدين بعض فيها. طيب الحكام بتوعنا بقى ايه الاخبار؟ احنا عندنا اطقم تحكيم كانت موجودة على مدار الدور الاول في الدوري الممتاز، وقلنا وعلشان حضراتكم تبقوا في الصورة، حكامنا في الدوري الممتاز لم يتقاضوا حتى الآن رواتبهم. يعني انت حضرتك، كنا بنتكلم على الناس اللي في الأزمة دي دلوقتي، في الأزمة دي دلوقتي ما عندهمش إمكانية لأنه يبقى فيه دخل. لا، ده انا بقول لحضرتك انه 17 أسبوع من الدوري، انه من ساعة انطلاقة الدوري الناس دي ما أخدتش فلوسها. وهقول لكم الموضوع بكل يعني جوانبه. يعني القصة انه كان في لائحة قديمة لمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، اللائحة دي كان معمول بيها وبناء عليها كان بياخد الناس فلوسها. خلاص؟ بس كان الحكم بياخد 3500، حكم الساحة بياخد 3500. هبقى اعرض لحضراتكم اللائحة القديمة وبعدين هقول لكم ايه اللي حصل فيها. لما جينا السنه دي او الفتره ما بين اتحاد الكوره، وركز قوي، ركز بس عشان اللي هقوله لك دي احداث، الفتره ما بين اتحاد الكوره وتقديم استقالته وفتره قدوم اللجنه الخماسيه، هم ما لحموش في بعض. كان ما بينهم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، هو القائم بالاعمال في الوقت ده، الفتره الانتقاليه دي. في الفتره الانتقاليه دي اخذ عده قرارات، كان من ضمنها انه عمل لائحه جديده للحكام. اللائحه دي رفعت سعر التقاضي اللي بياخده الحكم عن المباراه الواحده ل 5000 جنيه بدلا من 3.5. انا بتكلم بحكم الساحه. خلاص كده؟ يعني من 3.5 ل 5000. وكان ده بناء على طلب من الكابتن سمير عثمان اللي كان ساعتها رئيس لجنه الحكام. ماشي معايا كده بالتسلسل المنطقي ولا تهت مني؟ ماشيين سليم. طيب اتوافق عليها؟ اتوافق عليها. وبعدين راحت جايه اللجنه الخماسيه. من فتره قريبة الحكام بدأ يتصرف لهم، حكام ايه؟ حكام قطاعات الناشئين، القطاعات الأدنى، اتصرف لهم باللائحة اللي أعلى، اللي هي اللي بتساوي ال 5000 جنيه، ولكن طبعا هم وفقا لدرجاتهم ما بياخدوش الرقم ده، بس اتصرف لهم وفقا للأعلى. طيب الحكام بتوعنا بقى بتوع الدوري الممتاز المفروض ياخدوا فلوسهم، ياخدوا فلوسهم وفقا لأي لائحة. حصل جدل. اللجنة الخماسية قالت يا جماعة، وده حقيقة عشان برضو حضرتك تبقوا في الصورة، اللجنة الخماسية مضت الشيكات بتاعة الحكام. أستاذ عمرو الجنايني، أنا بحكي لكم الموقف ولسه ما قلتش تعليق، أنا كل ده بحكي لك الموقف. الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، طبعا
طلع شيكات ومضى على مستحقات الحكام كاملة. حلو كده؟ كلام عظيم. الفلوس بتاعت الحكام ديت لما طلعت بأنهي لايحة؟ ما طلعتش بلايحة اللواء ثروت سويلم، طلعت باللايحة اللي قبليها، فالحكام اعترضوا. الله، انت ليه بتدينا بسعر اللايحة دي؟ ليه بتدينا من أمه؟ 3.5 لما احنا، انا ببسطها لكم يعني، بتكلم بالطريقة اللي احنا ايه نعرف نتواصل فيها معاه. ليه بتديها لنا من أمه 3.5 لما انت انا حقي ان انا اخدها بخمسة؟ الراجل قال لك نحن في حالة مراجعة لكل القرارات التي اتخذت في هذه الفترة، ومراجعة ما هو منها قانوني وما هو غير قانوني، وبالتالي احنا بنصرف لكم وفقا للمعتمد عندنا اللي هي اللائحة القديمة اللي كان رئيس الاتحاد وقتها كان المهندس هاني أبو ريدة. واصلة كده؟ واصلة. طيب كابتن جمال الغندور اللي هيكون موجود معايا حالا بالا قال لا انا مش هصرف الفلوس دي، والحكام اعترضوا اعتراض شديد جدا، اعترضوا اعتراض شديد جدا، وكانت الفكره انه لا احنا يا جماعه عايزين نطلع الفلوس بتاعه اللائحه الجديده مش اللائحه القديمه. طيب انا قلت لكم ان انا هحكي لكم وبعدين نقول الراي. الموقف دلوقتي ايه؟ الموقف دلوقتي ان حكامنا ما خدوش مليم دلوقتي، اهو الوقت اللي انا بكلم فيه حضراتكم ده اللي هو احنا في ظل الازمه دي وما قبلها، الحكام ما خدوش مليم. بس للانصاف بقول لك انه الفلوس طلعت بس الحكام مش عايزين ياخدوها، ورئيس لجنه الحكام الكابتن جمال الغندور قال لك لا انا عايز اقبض حكامي وفقا للائحه ها الجديده مش القديمه. طيب اتحاد الكره بيفكر في ايه؟ او اللجنه الخماسيه كان ليه عملت كده؟ قال لك يا سيدي انا بقى عندي حكام فار، فاتسع عندي عدد الحكام المستفيدين، وبالتالي هو كده كده الحكم ده ما بقاش هيحكم ماتش واحد او نسب تحكيم قليله زي ما كان بيحكم وفقا للائحه الجديده. ده لما بقى في فار فالحكم هيحكم كتير، فاحنا بنعمل لائحه جديده، اللائحه دي تبقى مناسبه للحكام فيما يعتبروا أو تعتبروا اللجنة الخماسية إن هي هتكون بمثابة مفاجأة كويسة للحكام تبسطه. ماشي كده؟ ماشي كده. ما بين ده يا باشا وما بين ده يا باشا، أنا دايماً حتى لما أتكلم مع أصحابي أقول لهم أنا يقعد بس واحد ده يشرح وده يشرح وده يشرح وده يشرح ويشرح اللي فات ويشرح اللي جه ويشرح اللي راح. أنا بقى دي طبيعتي يعني، أنا ما بحبش أحلل أحداث فاتت، أنا أحب أجيب من الآخر، بحلل نتيجة. الحكام أخدوا فلوس ولا ما أخدوش فلوس؟ ما أخدوش فلوس، يبقى في مشكلة، بس انتهت القصة. وأنا هظل طول الوقت منحاز للجانب الأضعف، هفضل طول الوقت بميل للجانب الأضعف. الجانب الأضعف هنا في المنظومة دي كلها اللي ما بياخدش فلوسه في ظل الأزمة دي هو الحكام. حضرتك هتقولي الحكم بيشتغل الصبح، بيشتغل في بنك، بيشتغل في شركه، بيشتغل في اللي بيشتغل فيه، هقول لك حقه ولا مش حقه؟ حقه، انت بتتكلم في 3000 و5000 وشويه يعني فلوس تسند دلوقتي في الوقت ده. وبالتالي المطلوب، المطلوب يا باشا القصه دي كلها على بعضها بسلطاتها ببابا غنوجها كده زي ما بيتقال، القصه دي كلها بسلطاتها ببابا غنوجها تخلص عشان الناس دي تاخد فلوسها. اللجنة الخماسية تاخد القرار، اللجنة الخماسية تعتمد اللائحة، الراجل اللي قاعد في البيت مش في جيبه فلوس قاعد دلوقتي بيتفرج علينا مش فاهم احنا بنقول ايه. انا عايز فلوس يا جدعان.